خلينا نطلع من الحته دي شويه. احنا كنا بنحتفل بنادي القرن طبعا، وكان في مباراه كبيره، نادي الاهلي وريال مدريد طبعا. يعني الكره اللي جت في العارضه دي لو كنت جبتها كان زمان كان زمانك في حته ثانيه، ريال مدريد هنا. كان زمانك فين؟ كان زمانك معاهم هناك. لا مش الدرجه ده، كانت زعلت عليها قوي. كانت تختلف في التاريخ بتاعي شويه. طبعا كانت انا مباريتين فرقوا معايا، ماتش الكره دي و4-4 الاسماعيلي. لو الماتش ده خلص 4-3 انت كنت جبت جون الرابع. نزلت في كان 3-2 للاسماعيلي، نزلت عملت جون لبلال وجبت جون اللي هو ضربه يعني جزاء. 3-3 عملت الجول يعني وجبت الجون الرابع ورحت جايب جون، بقت 4-3 الماتش ده. خلص كده، تخلص كده. كان الدوري ده كان سمى علاء ابراهيم بقى. دوري علاء ابراهيم كان. بالظبط. رحنا تعادلنا بقى، وتعادلنا وبعد كده تعادلنا كمان في المحله، فخرجنا يعني. والعارضه دي ما رحتش ضربتها ولا رحت عملتها اي حاجه؟ وقفت ازاي؟ انا فاكر الحته دي ضربت كان لا راس كمان ضامنها لدرجه ان ما هو يا لاكي طبعا، هو توفيق، وتربنا انها بتحط رئيسه كمان كابتن بتاعت فرناندو هيرو دي برضو يعني. انت مش ناسيها برضو؟ لازم يعني اتكلم فيها. عملت انا شوطه معدي راح وقع، فبرضو كانت بالنسبه لي حاجه لا يعني. كان الحقيقه كان جو احتفالي وحاجات. النادي الاهلي يعني مش عارف يعني، النادي الاهلي حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا كابتن، انت عارف طبعا وحضرتك كابتننا. النادي الاهلي بنديله بكل حاجه يعني. انا لعبت 5 سنين من احلى 5 سنين في حياتي الحقيقه. ماتش ريال مدريد دي يعني في حاجات كده بتفرق في تاريخك. قول لي برضو، وانت نازل معاك زيدان في الملعب، وبتتكلم على فيجو وراؤول وراموس، وبتتكلم على نجوم يعني. انا على المستوى الشخصي كنت اتمنى العب ضدهم يعني، فاهم الموضوع بالنسبه لك كان ازاي؟ وبعدين بتكسب المباراه 1-0 و يعني قول لي شعورك برضو في اللقطه دي. بص يا كابتن، يعني هو يعني المباراه دي لو اتكررت دلوقتي الدنيا هتتغير خالص عن قبل كده، لان برضو في 2001 يعني كانت الدنيا برضو القنوات مش كانتش كتير. انت بتتكلم ان المباراه كانت هتاخد على الاحتفاء بيك طبعا. يعني لا على الاحتفاء بالمباراه نفسها. لان الاول يعني احنا من فترة بس صغيرة بدينا نذيع المباريات ونتابع بقى الدوري الانجليزي والدوري الاسباني، ما كانش زي دلوقتي. احنا مباراة مثلا في الدوري الاسباني كلنا بنقعد، ومع ذلك كانوا ما شاء الله يعني كنا عارفينهم، واحنا وجمهور برضو، فكانوا اساطير بالنسبة لنا. كان مباراة بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا. انا كان معايا يعني هشام حنفي بكى عشان ما كان عايز يشارك. والله العظيم. انت كنت متوقع تلعب؟ والله انت انا كنت متوقع، لان كان جوزيه يعني في فتره الاعداد كان مثبت التشكيل شويه. فانا كنت عارف ان انا هلعب. فهشام حنفي كان معايا في الاوضه بكى والله العظيم، عشان هو انت عارف هشام عايز وقلبه ابن النادي ومباراه، بكى ان هو مش هيشارك. يعني تخيل، بص لعيب كبير زي هشام حنفي بيبكي عشان مش عايز يشارك في المباراه. فبالنسبه لنا كانت حلم كبير جدا، والحقيقه يعني حتى هذه اللحظه حوالي 19 سنه واحنا بنتكلم على لو رجع بيك الزمن او المباراه دي بتتلعب في الوقت الحالي، كنت عملت ايه ما عملتوش في الملعب غير الاوفسايد يعني؟ لا هو مفيش، بس انا كنت اتمنى ان الكره تخبط في العارضه وتخش. بس العارضه تتزحزح بس شويه يعني. يعني جول في ريال مدريد كانت الدنيا اتغيرت يا كابتن هاني. كانت اتغيرت فعلا. لكن يعني انت لعيب كبير وبتتكلم على الحلم، وبتتكلم على حلمك ايه بقى؟ حلمك ايه اول ما دخلت اهو؟ طب تعالى نشوفها مع بعض. عملت بقى شوط ده يرو اللي وقع. لا بس انت حطيتها يعني انت، وبعدين انت ايه طبعا زعلت مش مصدق خالص يعني في الوقت ده. اهو ايش انت خدت الكره اهو. هو ده يلعب انت. طب وقت رايح عملت ان انا شوط ورحت ماشي. ده هيرو، ده فرناندو هيرو كان حاجه يعني. هي مباراه يعني الحقيقه بالنسبه لك. ما شفتش خالد بيبو جنبك؟ هو طبعا لا في دي انا عملت له جون، خلي بالك. لا في دي، لا ما لا في دي لا صعب يعني. سيبني بقى، قول لي سيبني بقى، ادي له فرصتها بقى. المباراه دي حلم بالنسبه لنا، ويعني كانت احتفال كبير جدا طبعا، لقب كبير جدا وغالي علينا كاهلاويه نادي القرن طبعا. وكان احتفال نادي القرن برضو كان في اوروبا ريال مدريد، فكانت مباراه ليها لا شكل طابع خاص خالص حقيقه. لا الحقيقه كانت مختلفه بكل الجوانب. وبرضو هصر واقول
ان لو القنوات والسوشيال ميديا بالشكل ده دلوقتي كانت الدنيا اتغيرت خالص. طبعا كان طبيعي السوشيال ميديا دلوقتي يعني بتفرق جدا طبعًا على الشكل الايجابي والسلبي.